يا برهان، انا قاعد هسه حاليا مشتري دقيق ب 4000 وبصل ب 1000. البصيلات ده شايفين هنا ب 1000 جنيه، والصلصه دي ب 700، والزيت ده ما تقول لي ب 1000 ونص، ده زيت ب 1000 ونص، ويا دوب انا جاي من البحر وماشي للعشاء. زمان ما بينا الا بنتغدى غدا عصور، وزي لو كده تعشينا شعيريه والله شفنا لنا شاي لبن. والله يقلعكم الجماعه الطيبين، قلعوا بهايمنه والله عنس عنس عنس، ما خلوها والله لا كيلو اللحمه والله ب 18000. لحم ده لغينا، لبن لغينا، والله يشرب الله سمكاتك. وسع دوب دقيق وماشي يسوي عصيده بسليقه السمك. يا جماعه الشعب السوداني انتهى، وانتهى الشعب السوداني كمل. الرجاء ثم الرجاء، وللبرهان قول له قالوا لك الشعب السوداني ولا النيل الابيض، هذا ده العمار، عمار العشب الليل، ده الغدا، ده الغدا، والدنيا ليل. اسال الكلام ده روح لي 9:30 10. يا برهان اعمل حسابك وراغب الشعب السوداني، وراغب ناس القطينه، وراغب ولايه القطينه. شوف لها حاير ارسلها لي. ها عوق عوق نجن جنينا الله.